اللي كنصور دابا هنا يلا تلاقيت مع هذا السيد هذا. السلام عليكم ياسين. رجعنا ثاني نكملوا البارتي ديال البارح اللي ما تفرجتش فيها. مشيت تفرج فيها من الى اسطنبول. دابا غادي نكمل ثاني يلا تحت الطياره في اسطنبول. مرحبا بكم في نهار ثاني لوداد المدام امور هانيه كلشي بخير. كنا في ذاك الباص اللي كيديك التيرمينال اللي يمكن ما عارفين دابا كلشي كيشوف فيها صفحه اللي شي حاجه غريبه ما فهمتش. اول مره غادي نسلوكي برا ميديك شي مشكل. اسطنبول عندنا طلق الباب يا جواد طلق الباب. جاتني فشكاي على صوت هذاك كيشوف الميريكان ما كيحضكش من هذا تبلوكي ولا شي حاجه. الصراحه دابا غير في اسطنبول هذا راه مخلطه ماشي زعما تركيين ولا شي حاجه. انا مخلطه الدنيا بان كيشوف فيا دابا كيشوف فيا كنشوف فيهم قدامي كيشوفوا فيا زعما ما تخرجش هاد الكاميرا وكيدير مع الكاميرا. انا ما كيدخلش سوق راسو ادخل سوق راسك. معرفتش شحال الساعة. المهم اللي كيبان ليا كيبان ليا راه العشية. معرفتش شحال ديال الوقت دابا في اسطنبول. المهم البلان هو انني دابا غادي نخرج برا نمشي للوطيل ندوش نبدل من تما نتلاقاو في الزنقة. عرفتي ديك اللعبة اللي كتوصل زعما كيكونوا كيتسناو في الدار ولا صحابك ولا شي حاجة هي هادي. عرفتي غادي نختار عليكم زعما راه الجمهور ديالي في تركيا كيتسنى فيا زعما شي مغني ولا شي حاجة زعما انا يلاه جاي الجمهور وين الحمد لله. انا كنصور دابا هنايا يلا تلاقيت مع هذا السيد هذا. السلام عليكم. بغيت تقول لي معرفتهم مزيان. الله يحفظك. الله يحفظك. ايوا هذا هو ياسين. يلا سبسكرايب. انا ما جايش لهم ماني جاي خليتهم نحط البلوك عادي يبان لهم. ايوا مرحبا. يلا سبسكرايب عندك وتنساو الخوت. اول واحده تلقى معاها. يلا مرحبا. سلام عليكم. اول واحده تلقى معاها في تركيا. واحد القضيه عجبتني في تركيا بزاف شنو هي وهو انه كيكتبوا باللغه ديالهم فوق اي لعبه مثلا في البلايك واللعيبات ولا السميات والتحت كيكتبوا بلونجلو اللغه الثانيه زعما. نتمنى ان شاء الله يكونوا يديروها حتى في المغرب حيت في المغرب كيكتبوا دائما فرونسي عاد تحت منها كيكتبوا اللغه ديال المغرب. علاش ما يكتبوش اللغه ديال المغرب الاولى عاد يكتبوا اللغه الثانيه فهمتي. بحال زعما في المطار ولا في البلايص لي اوفيسيال ولا مثلا في الطرود ولا هذا ولا هذا ديما نتمنى ان تكون زعما اللغه ديال المغرب عاد اللغه الثانيه فهمت كما تركيا. انا كنهضر معاهم تقدري ضريب بين فيه ولد الناس الله عمرها هذا. وان شاء الله نتلاقى معكم واحد واحد ولا نديروا شي ميراب ولا اي لعبه. المهم دابا راكم عارفين غادي نمشي لستاربكس غنمشي ناخذ شي تخربيقه دابا ما غاديش نشرب القهوه بين ما مشيت للوطيل وهادشي اللي كاين. يلا مشيت تشيكيت عند تشيكيش ايرلاين اوتيل ديسك دابا صافي قالت لي سير رايح في ستاربكس بما جا وعيطولك في سميتك كتخلي عندنا البوردين باس تماك كاينين الناس هنايا هما كاملين هادو مثلا كيتسناو باش غادي يجي كاين بحال بغيت تقول الباستور كيمشي كيدورك اسطنبول شويه كتقول ليه حطك فيما بغيتي يحطك وفي الاخر كيديك الاوتيل كتنعس باش غد ليه كتجي كتمشي فهمت. هادي كتزيدها الا بغيتي مثلا نتايا دير واحد بحال دوره توريستيك وهذا وهذا وتبات هنايا في اسطنبول وهذا وهذا وعاد تمشي للمغرب ولا تمشي للديستيناسيون ديالك كل واحد في الغادي بلاصه ما تكون عندك مثلا الاسكال خمسه ولا سته سوايع ولا شنو هو كدير اسكال مثلا طويل وكتريح وهذا وهذا ومن هنا تشوف اللعيبات من هنا تاخذ الكادوات من هنا كدير شحال من حاجه. عندي واحد المشكل صغير بغيت نخدم الانترنت ما بغاش تخدم لي الويفي لا ديال ستاربكس ديال المطار هنايا داكشي باش غادي نخدم النمره ديال المغرب. النمره ديال المغرب عندي خدامه انترناسيونال كلشي ولكن مابغيتش نخدمها باش ما تعرف ولكن عاد باش يعرف شي واحد راني انايا مصافي باش باغي ندير سربرايز للدار كما قلت لكم في البلوك ديال البارح غادي نجبد دابا النمره بقاو معايا. دابا نقدر نتكونيكت هذاك خونا يقدر يعيط على سميتي في اي لحظه داكشي علاش غادي نصورو من دابا باش نشوف واش غادي تجي فيا ولا لا فهمتي. خصني نشد في الكاميرا. ياسين قال لي ياسر عبد الله ياسين مشي انا ياسين. حنا وصلنا دابا جابوا لنا شي اوتيل تيتانيك. ام الحاج وبا الحاج تيتانيك كنفكر دابا واش غادي نخرج
نضرب شي دويره ما كرهش صراحه نمشي للتقسيم. التقسيم مشيت ليه ملي كنت صغير مع الدار، ما كرهش واش مشيت تماك ولا لا، غادي نشوف. I got the room key baby. هذيك اختنا التركيه اللي في الديسك ما كتهضرش بالانجلي وكتهضر بالتركيه مع الاخرين، ما عرفتش باغي نتفاهموا، قالت لي واش كتقول فرونسي، قلت لها صافي دوز مع الفرونسي. هنا ماشي مشكل تهضر بالفرونسي، تستعملها مزيان تكون كتعرفها في هذه اللحظات كما كنت كنشرح لكم دائما، استعملها دابا فين تقدر تستعمل الانجلي ولا الفرونسي ولا العربيه ولا شي حاجه ولا هذا. اما نورمالمون في المغرب، مغربي مع مغربي بالدارجه مزيانه، فهمتي؟ بحال هاد اللعيبات يعجبك الحال تكون كتعرف الفرونسي تستعملها، ماشي مغربي يهضر مع مغربي، فهمتي؟ هذا هو البلان. و مازال كنفكر، مازال كنفكر، والله ما كره تجاوبوني دابا تقولي لي واش نخرج ولا لا، حيت مسخسخ باغي نريح في نفس الوقت باغي نخرج. بحال والو غادي يخرج، راه يلا تمي ديال العشيه الصاط، عرفتي شنو هو راه فاش كاير القضيه هادي. روم 109. المهم هادي دابا 9:15 ديال الليل، يعني ما بقاش ليا الوقت بزاف، خصني دابا ديسيدي. ما بغيتش هاد الفلوغ هذا يكون طويل ثاني الا خرجت دابا ولا درت شي لعبه، كنت مثلا غندير غير مونتاج والناس ما كاين ما عندكم ما تشوفوا فيها ما فيها انترتينين ولا شي حاجه، اولا الا كنت ثاني غادي نخرج ثاني غادي يكون فلوغ طويل، فهمتي؟ ما بغيتش يكون فلوغ بزاف، يعني داكشي علاش غادي نسالي الفلوغ هنايا. ما عرفتش تفرجوا في الفلوغ الجاي غادي يتحط بعد غدا ولا بعد بعد غدا ان شاء الله، هو اللي غادي تشوفوا فيه واش واش خرجت التقسيم هذا وهذا. غادي نشوف نقدر نشد اوبر ومشي تماك، حيت خصني نتعشى انيواي، وانا ما عطيتش العشاء، عطيني غير الفطور الغد ليه. ما طراش داك البلان، راني غادي نريح نمونتي هذا الفيديو اللي ديجا شفتو قبل من هذا وهذا الفيديو ديال اليوم. انيواي في كلتا الحالتين تهلاو ليا فراسكم، ما تنساوش الا بغيتي توصل شي حاجه غادي توصل لها، خاص غير انت تيق بلي غادي توصل لها. ما تسوقش ليا البشر، ما تسوقش ليا البيخ بيخ وسبوكنيكس وصحاب ما عرفت شناهو كيبغيو يديرو. انيواي ما غاديش ندوش دابا حتى ندخل ندوش، الا كنت غادي ندير المونتاج ندير المونتاج واللعيبات ديالي عاد ديك الساعه ندوش نجبد عليه. وهادشي اللي كاين هاد المرة بسلامة من اسطنبول، ان شاء الله تكون المرة جاية بسلامة من المغرب، شكون عارف. تهلاو ليا فراسكم، نشوفكم ان شاء الله قريبا. انستغرام سناب شات ديالي ها هما اللي غادي يكون فيهم داكشي اب تو ديت، غير هاد اليومين هادي اللي ما كنحطش فيهم حيت ما بغيتكمش تعرفوني راني جاي، حيت الدار الخو دريتها هو كيتفرج وبغيتوش يعرفوا باش ندير السوربرايز اللي كنقول دائما. تدخل تفرجوا الفيديو اللي قبل الا كنتو مازال ما تفرجتوش، ولكن انت جيتي تفرج شي معطل راه كاين فيديو مورا هذا تاو دخل تفرج فيه، ودخل تفرجوا فيديوهات القدام كاع اللي في الاي في سان دييغو، فهذا كاين بزاف ديال البلايص كنطيروا الدرون كنصوروا داكشي زوين كيكون كاليتي مزيانه، كنحاول نوصلوا ميساجات كنحاول نوصلوا نوريكم صحابي المغاربه اللي عايشين في امريكا او لا مثلا العرب او لا مثلا المراكنه وهذا وهذا، نحاول نعمل داكشي مزيان، فهمتي؟ ماشي غير تيتيز داكشي راه كيكون بوقتو بحلاوته، ماشي نبسلو، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين. بغيت نوصلوا شي حاجه مزيانه و هذا 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 اللعيبات. تهلاو ليا فراسكم، ييهاا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 ا